أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف Thank you.
موجب في رحمه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيته قبل وعاء أخيه ثم استخرج كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا ما شاء الله.
نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إلا من وجدنا متاعنا عنده فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرقتم في يوم ومن قبل ما فرقتم في فلنبرح الأرض حتى ينزل
ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي وإنا لصادقون واسأل القرية قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى
وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله تبدأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. حتى تكون حرضا أو تكون من المالكين. قال إنما وأعلم من الله ما لا تعلم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يا بني اذهبوا يا بني اذهبوا
فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه تذكرة فمن إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا تشاءون إلا أن يشاء يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي Oh,
إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسرى فذكر النفعات الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي صدق الله العظيم.